انا ضيفتي النهارده هي كان حلمها تطلع كتاب، يعني هي بتدور ازاي تجمع كل المعلومات اللي هي عايشه بتشتغل عليها، واللي خاصه ب يعني اسس التغذيه السليمه، وبالذات للرياضيين، للطفل لما يبقى ابنك كده بيروح يتمرن، ازاي الطفل ده اللي بيتمرن عن طريق التغذيه السليمه ممكن يبقى بطل في يوم من الايام. هي ده كان حلمها، وقعدت 4 سنين تذاكر وتعمل سيرش وتعمل حوارات مع ابطال رياضيين عشان في الاخر توصل للخلاصه. كتاب الحقيقه قيم وكبير واسمه سوبر وصفه، واللي عجبني فيه ان هو يعني هي لسه ما بقالوش سنه او سنتين تقريبا، سنه ونص كده، وعامل 14 طبعه، يعني اتباع منه 14 طبعه. انا برحب بيكي دكتوره امل اسماعيل، بكالوريوس الصيدله واخصائيه تغذيه رياضيين. ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. قولي لي بقى قصتك من الاول، يعني انت رحتي في السكه دي ازاي؟ هو انا دايما ماشيه ورا قلبي. أيوة. انا اصح يعني اي حاجه بحبها بحب ان انا امشي وراها. فانا من البدايه انا بحب التعليم والمذاكره، فاخدت بقى الطريق العادي اللي هو بكالوريوس صيدله خلصته، بعده ايه الماجستير خلصته، طيب في ايه بعده الدكتوراه، خلصت التمهيدي الدكتوراه جبت فيها امتياز الحمد لله. وبعد كده بقى خدتني السكه للتغذيه عشان كان حصل يعني حاجه اسريه كده، اختي الكبيره كانت تعبت، جالها نزيف على المخ، لا ده في ورم، طيب عمليات، طلعت منه هي عندها حاجه و30 سنه بشلل نصفي. يا روح. فالحادثه دي كده اثرت على بنت من بناتي، انا معايا 4 اطفال، فبنتي الثانيه كان عندها زي وسواس من الاكل، ان الاكل هي سمعت احد الدكاتره او سمعت حوار ان الحاجه اللي مش صحيه ممكن تعمل زي اللي حصل لخالته. فبقى كل سؤالها دايما هي دي ماما هي دي هيلسي ولا ممكن تعملي زي خالته نانا؟ اقول لها لا دي كنت انا بقى وقتها عندي شغف كبير، شغف بالطبخ، بس اكلي كله للولاد حاجات بقى بسكر وعجين ومخبوزات وكلام من ده. فقررت ان انا لا انا هعمل شيفت، هم عايزين ايه وهعمله بس بنفس الطريقه الصحيه. بدات ادرس بقى، بداتها بكورسات عاديه للتغذيه، لقيت عندي شغف كبير بالحته دي، وبما اني طبعا ولادي كانوا اطفال صغيرين وبيلعبوا رياضه وانا بروح الشغل ارجع اخدهم من الشغل من المدرسه على التمرين، واليوم طويل. عندك ايه بقى بنوتين وولدين؟ عندي 3 بنات وولد. ما شاء الله ما شاء الله حلوه. فمن هنا بقى لقيت ان لا ده الموضوع يعني مختلف، التغذيه العاديه مختلفه عن تغذيه الطفل الرياضي. بدات اقرا يعني شويه. يعني انت الولاد كانوا بياكلوا عادي الكيكس والشوكليت والحاجات؟ لا ده اكتر من العادي، لان انا كان عندي شغف بده، فكنت بعمل كل الحلويات حاجات اوفر في البيت عشان يروحوا المدرسه معاهم بقى كل حاجه. فاصحى من الساعه 4 كده اخبز واحط بقى السكريات والحاجات دي كلها عشان ابقى ضامنه انهم بياكلوا حاجه في المدرسه يعني. بس طبعا كان كله بطريقه ان هيلثي تماما. لما حصل المشكله بتاعت اختي وبدات بنتي بقى في وسوسه من كل حاجه. كان عندها كم سنه البنوت؟ كان عندها تقريبا حوالي 6 سنين. يا روحي. وهي صغيره كده بس يعني هي شافت ركزت، لان الموضوع كان ساعتها حدث. يا روحي. اختي كان لسه والده 2 اطفال، الاطفال دول جم عندنا البيت بقى، وبقت شايفه ان الدنيا متدربكه عشان خالته تعبانه، خرجت على كرسي متحرك، فهي شايفه ان في حاجه كبيره حاصله. فسمعت طبعا موضوع الاكل الغير صحي، ما اعرفش لحد النهارده هي سمعت القصه فين، بس دايما كانت تسال السؤال ده، هو ده ممكن يعمل لي زي خالته؟ يا حبيبتي. اقول لها لا ده كويس او لا ده في مشكله. بس من هنا بقى بدات ادرس انا واخد كورسات، يعني استغليت بقى حبي للعلم ان انا اخش في الحته دي، اشفت من الدكتوراه يعني اخش سكه تانية اللي هي التغذيه. ومن التغذيه دخلت على تغذيه الرياضيين طبعا عشان ولادي كانوا وقتها بيلعبوا رياضه، واحد اساتذتي هو اللي رشح ان انا ادرس الحته دي، كان ساعتها قليلين جدا اللي واخدينها يعني. قليلين اللي واخدين ايه بقى؟ اللي مذاكرين او في حته التغذيه الرياضيين. انت تخصصتي عشان الولاد كانوا في النادي بطبيعه الحال بيروحوا بيلعبوا ايه؟ بيلعبوا كان وقتها بيلعبوا سباحه البنات بس، يعني كبروا شويه وتحجبوا فبطلوا سباحه. ودلوقتي الصغير بيلعب كاراتيه. يا روحي. فقولي لي تغذيه الكاراتيه غير تغذيه السباحه غير تغذيه كره القدم غير تغذيه كده ولا؟ وفي اختلاف بين يعني نقدر نقول كده كل مجموعه رياضات في انرجي سيستمز او انظمه طاقه بتبقى مسيطره على الجسم اكتر. فكل فئه ممكن يكون ليها
تغذية مختلفة شوية. بس طبعا كأم احنا ما بن يعني الكتاب ما فيهوش الجزء الادفانسد قوي. كأم هي مطلوب منها تعرف اما تخش المطبخ تعمل ايه. وده يمكن اللي خلى الكتاب طول قوي على ما خرج للنور، لان انا كنت عايزة اقدم كتاب. انا اديت كورسات ممكن لدكاترة فاعرف انقل مادة علمية من دكتور لدكتور، انما عشان تبسطيها تديها الام، الام دي ممكن تبقى مثقفه جدا بس ما عندهاش المصطلحات الطبيه او صحيح. فلازم هو الاكل فيه مصطلحات طبيه، التغذيه فيها مصطلحات طبعا. فعشان او يعني الام يوصلها هي مطلوب منها تعمل ايه بالظبط، تدخل المطبخ تعمل ايه ببساطه. فلازم الجزء الساينتفك ده يتبسط بشكل معين بحيث ان اي حد يقدر يطبقه ويفهمه. طب اديني مثال، يعني انت مثلا في حاجه ساينتفك عايزه تقوليها لام ببساطه زي ايه؟ زي مثلا يعني مثلا الاطفال هينزلوا الملعب محتاجين ان يبقى فيه انرجي مثلا معينه، مستوى سكر يبقى كويس عشان خاطر لما يخش التمرين لا يبقى السكر عالي ولا يبقى السكر واطي. فنبتدي اشرح الجزئيه دي، ان احنا محتاجين ان قبل التمرين بثلاث اربع ساعات ياخد وجبه مكوناتها 1 2 3. طيب يبقى احنا كده ما عندناش وقت لثلاث اربع ساعات عشان هو تمرينه بدري، فيبقى خلاص بدلها هناخد سناك قبلها بساعه مثلا. تمرينه الساعه 6 الصبح او 5 الفجر، كانت بنتي بتتمرن الساعه 5 الفجر. فطبعا مش هتصحيها الساعه 2 بالليل عشان خاطر تاكل قبلها بثلاث اربع ساعات. فبنقول لها لا خلاص يبقى قبلها بساعه ممكن تاخد حاجه. انت بتصحوا العيال الساعه 5 الفجر؟ كتير بيحصل. الموضوع ده صعب جدا. والامهات ابطال في القصه دي جدا، اللي مواظبين واللي بيطلعوا اولادهم ابطال بصراحه. بتبقى هي بطل اكتر منه. أكيد. هي والاب اكيد مجهود كبير جدا على الام طبعا. لا هي ما بتنامش بقى. يعني ممكن لو سهرت شويه شكرا يومها راح. لان اليوم بيبقى طفل كمان بيبقى يومه في مدرسه، في كورسات، في مذاكره، في هوم وورك، في تمرين، وممكن يبقى عنده تمرين الصبح وتمرين فتنس تاني. فاليوم بيبقى زحمه جدا.